عسلامة مدى. عسلامة. لباس؟ لباس. قلت لي عندك مشكلة. مشكلة. مشكلتك بالضبط؟ عندي بنتي العظم عندها العظم زايد كالكعبرة، قاعدة تخرج لها في الزروس كل ربي سبحان. طبيب جندوب عدت عنده بلا فلوس، مسكين هو أصله بفلوس، ما خداش عليه فلوس أربع مرات، ما خداش عليه فلوس. أنت منين بالضبط؟ أنا أصلي من عند رام، نسكن في جندوبة، معرسة في جندوبة. طب البرا ما خدوش فلوس، عدوا علي مساكن بلاش، عمل تصويرة وقفوا معايا، بعثني الباجة، باجة كيف كيف حب يعمل لها عملية نص بونج، ولزمها بونج كاملة خاطر صغيرة ما ينجمش بنص بونج خاطر تتحرك يخاف على روحه، وعد علي زاد بلاشي وقفوا معايا رمضان. أعطاني جواب شارنيكول، جيت لشارنيكول ما شافوش الجواب خلاص، بعثوني للرابطة. مشيت للرب، ما توصل انت باش تمشي تمشي تقابل طبيب ما تعطي فلوس، ما نوصل باش نقابل طبيب ما نعطي فلوس، نمد 10,000 20,000 7,000 انا ما عنديش، والله لا عندي، نطلب نتاع ربي فهمت، حتى راجلي عنده ما يعطينيش بالرسمي تابع الاخر. باش راجلك عنده ما يعطيك؟ مرمى يخدم معناتها النهار ب 30,000 وش فيها 100 ضو، ما نجمش ولدي يقرا بنتي ما نجمش بالراس، راني تابع الله. انا عملي باش نعملها انا ما عنديش فلوس، انا نعمل كي والماء يخرج تو بعد تشوف فيها الحق تابع الله. مشيت شرني كل قالت لي تمشي الرابطه، وانا لزمها بنتي ترقد معناتها باش يعدوا لها الدواء في العرق خاطر ما لزمش دواء شربان ما عمل لها حتى شيء تو بعد تشوفي فمها. مشيت حاصيله كي مشيت المنار، المنار اثنين، ثم طبيبه يرحم والداه، حكيت لها وضعيتي، كلمت السبيطار قالت لهم كيف تجيك مضي وتاخذوا عليها فلوس مش معقول عليكم. مشيت باش عطوني جواب زادوا رجعوني لشارنيكول، كتبت لي نهار 9 بعد اوت، شهر بعد اوت بنتي شهر سبتمبر. اخزري فم، اخزري لي فم، ما انا تخزري فما هذه باش تبقى بعد بعدوت فما مشي بنت هذه يلزمها عمليه لبرا في الكلينيك، الكلينيك ما عنديش فلوس، لازم مثلا في الرابع في شارنيكول، شارنيكول اعطتني طبيبه موعد، انا وقتها خرجت مخر من الرابطه ماضي ساعه، هاك اللي يعطوا في المواعيد روح نتشحت في الطبيبه باش اعطتني موعد نهار 9 ما شافتش بنتي، قلت لها مدام شوفي بنتي، قالت لي لا مش مشكل راني كل شيء نعرفه، كتبت لي نهار 9 بنتي حالتها تعبه على الاخر، اخذوا على الاخر فهموني حاله بنتي شنو هي، حاله بنتي تصبر ولا ما تصبرش، حلا بلت انا نجي معناتها من جندوب نجي مره عند اختي مره عند مرت ولد عمي مره عند مرت خويا، ما كي تعرفي صغار يبداو يتعاقبوا يخدموا في الديار، يجوا تعبين يزيدوا يقعدوا يعانوا فيا انا وبنتي، والله تعبه على الاخر، نحب صوتي يوصل انا نحب صوتي يوصل، نحب تعاوني العباد الكل. تحب العباد الكل تعاوني وتسخف علي ويقفوا معايا بنتي يشوفوني حل البنت. من وقتيش بنتك مريضة؟ عندها 3 شهور؟ شهور، 3 شهور بري عملي تصوير، أنا مشي نعمل تصوير بري عملي حاجة هاي 3 شهور هاي بنتي مشكلة، مشكلة بالرسمي في فم بنتي باش تضيع لي بنتي من يدي، نمشي للسبيطار شهرني كل ما يتلفتوش لي خلاص تليفون شاي. هم بعثوني للرابطة هيك علاش يكور بي وانا ما نعرفش والله لا نعرف نقرا، مانيش نعرف نقرا ومانيش ما نفهم حتى شيء، تعبوني على الاخ تعبوني على الاخ. مدام انت تطلب شنو بالضبط معناها تطلب؟ انا كان جد قالوا لي الطب البر، انت طبيب البر معناتها اللي عنده عياد يعدي علي يسخف علي، انت ما سبيطار ما تسخفوش، علاه طبيب البر يسخف علي انت ما سبيطار ما تسخفوش؟ على الرشوة كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء رشوة كل شيء، ما توصل تعرف طبيب ما توصل، أنا كل لبس مناديل أبيض ما نعرفش أنا طبيب أنا مش طبيب، ما توصل تمشي لطبيب ما تاخذ الرشوة ما تاخذ ياخذوا فلوس بالرسمي ياخذوا فلوس. شفت على عينيك هذا؟ أنا عطيت أنا عطيت أنا عطيت وقلت هذه على جيت أنا ما أنا على جيت توا جيت من حي التضامن، جيت بت ونارين نهارين بيتا في حي تضامن، البارحة الأولى بيتا عند أختي، البارح بيتا عند مرت ولد عمي. على جيت من أنا نوري في روحي في التلفزة نكذب، هذه قلتها لطبيبة المنار، كلمتها من طبيبة المنار باش فضحتهم. قديش عاطين؟ 20,000 و7,000 و8,000. شكون عطيتهم بالضبط؟ فرامل الفرامل اللي عرضني نقول له عاشو خي وريني الطبيب شارني كول وين؟ يقول لي هاتي حاجة، يهز باش يوريني شارني كول، الرابطة وين؟ هاتي حاجة. ما نعرف كان طبيبك متاع العينين هذاك السبيطار متاع العينين
الهادي الرئيس هذاك مشيت العناية. أي حاجة بالمقابل؟ بالمقابل، كل شيء بالمقابل، حتى نهار الجاية من جندوبة، حتى نهار باش نجي من جندوبة نهبط لتونس، مشيت اللويج قلت له عاش خويا هزني راه يلزم نهبط لتونس، خاطر أنا ديجا كلمت مع هو، قلت راهي بنتي عندها دوسي عندكم، بنتي فمها حالة فمها مش نورمال، قالت لي جينا بالاثنين خاطر تلقاها مطبة بالاثنين ولا بالجمعة، جيت نهار الخميس باش نوصل أنا نجي لتونس، العباد الكل يركبوا ب20,000، لويج تركب ب20,000. تصور انت بتجي لتونس ب20,000، معناتها انا وبنتي ب40. كلمت انا الشرطه وكلمت الحرس بتليفوني، كلمت رقم الشرطه ورقم الحرس، قلت لهم رانا نحن في المحطه نتاع جندوبه. قديش الركوب؟ 12,500، هما يحسبوا لك 20,000. كلمت الشرطه وكلمت الحرس ومستعد يجبدوني مكالماتي، فهمت؟ جاء الوزير نتاع النقل، الكيران موجوده ما خرجتش حتى كا. ونجي وزير النقل وشاف العباد كيفاش ملموم وكل شيء، خرجت لنا كا، خرجونا كا، جينا عاد في الكا. على ذا واقع ذا يصير ذا في بلادنا نحنا؟ هذا ما يصيرش، هذا انا كان نعرف، انا مستعد كان نعرف انا الرئيس وين يسكن، والله نمشي له وما نخافش، نمشي له بالرسمي والله نمشي له. ها اليوم خايفه على بنتك؟ بطبيعة بنتي فمها، بنتي فمها خزري فمها، انت شوفي فمها بنتي كيفاش، مادة هذيك تعبت لها على عروق القلب شناية. خايفة تخسر بنتك معناها؟ يعني باش نخسر بنتي وعلاش جاي؟ أنا كي نعرف روحي مانيش نخسر في بنتي علاش؟ فهمت؟ علاش؟ أنت سبيطار تعطي موعد، ما طلعي بنتي عدي عليها شوفي لها. شوفي شوفي فم بنتي دون ما تشوفيش فمها وتكذبي في جوابك أو حلي لها فمها شوفيها. هما ميم با يعديوا عليه. مش ما تلفتش لا خلاص وعطت موعد وكاهو. ما عطت موعد وذاكاهو. ما تقصير يعني؟ كل شيء كل شيء برا وانتم شوفوا السبيطار، امشوا شوفوا السبيطار حالة شرني كل وشناي. هاي برا شوفي حالة السبيطار وشناي. انا وعندي ولد خالي يخدم غادي في الكلينيك ما تدخلش، حتى ولد خالي ما يتدخلش. انا تشحت فيه يتدخل ما حبش يتدخل. هاي خيا وعندي ولد خالي ما حبش يتدخل. ها؟ شنو تطلب بنتي بالضبط؟ نطلب بالتوانسه بالعباد الكل اللي عنده يعاونني على بنتي، يحفظ لي على معناتها يمنعني بنتي ويعاونني ويعاونني على بنيتي. وكاو ما نطلب حد شيء، نحب بنيتي تعدي وبنيتي تولي لاباس وما نخسرش. وكاو هي رقمي هذا 56 56 664 55 5 9 6 6 4. والله لا نعرف راني مانيش قاري، معناتها نكبروا شويه يهزونا للديار بالسمسار، نعرسوا نعرسوا كم في معناتها من الدار، نمشوا نغسلوا نسيقوا نعرسوا، لا انا قاري لا نعرف حد شيء، انا جيتكم قلت لكم راني مانيش قاري، عاونوني على بنتي، توا نمشي من القهوه للقهوه باش نطلب بالدينار بال 500 باش ننجم معناتها نوكل بنتي عند اختي باش نوجه هاوما. هاهما في القاوي نطلب بالدينار، هاي بالقهوة القهوة معناتها بالرسمي راني على الآخر هاهو. علاش؟ أنا جيتك بالكارني في السبيطار، شوفوا بنتي شوفوا حالتها شوفوا حالتها، أنا مش نتمنيك راهي عندي تصاور عندي كل شيء، أنتم تعرفوا فهموني مشكلة بنتي تصبر ولا ما تصبر، كان تصبر نصبر، كان ما تصبرش نعمل أي. يعني انت تحب تفهم حالة بنتك وما ما فهموكش. مشكلتي علاش البرة طبيب البر يعدي يفرح بيك فيزيتو 50,000 ما يخش عليك 50,000، فهمتني؟ فيزيتا نجم الدين من جندوبة ما خذاش علي 50,000، أربع مرات يعدي علي بلاش في باجة كيف كيف، وزاد لي 20,000 في باجة أعطاني باش نروح حتى بنتي. علاش هذه دولة تجي دولة؟ ما تجيش دولة والله، لا تجي حتى دولة والله. فايدة في بنتك مدام؟ إن شاء الله بنيتي، إن شاء الله بنيتي. إن شاء الله لاباس. يشفيها لي بنيتي وكاو. إي صحي، كيف كفو عليك.